من الرياض ينضم إلي أحمد بشتو موفد قناة القاهرة الإخبارية. أحمد أهلا بك. إذن ما الذي يدور لديك في المملكة العربية السعودية والرياض تحديدا؟ رغدة، يعني استقبال حافل آخر لقيه الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر اليمامة حين استقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكان استقبالا حافلا بالفعل قبل أن يعزف السلمان الوطنيان الصيني والسعودي، ثم يدخل الزعيمان إلى جلسة مباحثات مشتركة. الواقع يقول أن الصين جاءت إلى هنا لتباحث وزيادة حجم التعاون مع منطقة تصدر لها ما بين 60 إلى 75% من حاجاتها من النفط والطاقة، وتستقبل حوالي 60% من حجم التجارة الصينية. إذن هي منطقة مهمة بالفعل للصين في هذه المرحلة. توسيع حجم المشاركات التجارية والاقتصادية هو العامل الأبرز أو العنوان الأبرز ربما لهذه القمة. السعودية تخطط لمشروع نيوم وبدأت به بالفعل، وهو مشروع ضخم يتكلف حوالي نصف تريليون دولار. السعودية في هذه الحالة تحتاج إلى تقنيات المعلومات، إلى تقنيات إنتاج الكهرباء والطاقة من مصادر نظيفة، وهذا ما سيتم توقيعه بالفعل في عدد من الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن. المنطقة العربية تبحث أيضا أو تستدعي التاريخ حين ساندت 13 دولة الصين في عام 1971 للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. ربما بعض الدول العربية ومنها مصر كانت أول من اعترف بجمهورية الصين الشعبية فور إطلاقها. فبالتالي هذا الزخم الذي تبحث عنه الصين، تبحث عن تلاقي حضارات في الواقع، تبحث عن جغرافيا مستمرة في مشروعها لإحياء طريق الحرير مرة أخرى الذي ستلعب فيه الجغرافيا العربية، الجغرافيا الخليجية دورا كبيرا. هناك عدد كبير من اللقاءات على مستوى القمة، ربما بعد قليل سيعقد لقاء قمة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينغ في من ضمن مجمل لقاءات سيعقدها الرئيس الصيني. الرياض في الواقع تجمع الآن ليس فقط الصين في قمم عربية متتالية، تجمع أيضا عدد من الدول الأخرى التي لديها مصالح مع الصين في طريق الحرير. الباكستان مثلا على سبيل المثال ستدعم موقفها، موقف موانئها للربط في هذا الطريق الكبير الذي تنوي الصين الوصول به أو الربط بين دول العالم في طريق يؤدي إلى إقامة مناطق صناعية، إلى انسياب التجارة بشكل كبير. فبالتالي هناك أكثر من زخم. ربما الزخم الآخر الذي سيحدث في صباح الغد إن شاء الله هو القمة 43 لقادة دول الخليج الذي سيسبق القمة الخليجية الصينية، بعدها ستعقد القمة العربية الصينية. في الواقع ما يقال الآن إن بالفعل هناك دعم كبير ومساندة كبيرة من الجانبين للآخر، الكتلة العربية والصين، الكتلة العربية التي تعد أكبر شريك تجاري للصين في هذه الحالة. نحن نتحدث ربما لو ضربنا المثل حجم التجارة والتبادل التجاري زاد بين المملكة السعودية والصين فقط بنحو 22 مرة في عقدين فقط من الزمان. إذن هناك قفزة كبيرة، هناك عمل دؤوب، هناك اتفاقات كثيرة ستربط السعودية كدولة مستضيفة لهذه القمة والمنطقة الخليجية عموما بالصين في الفترة المقبلة. ما يقوله حتى الإعلاميون الصينيون هنا في المركز الصحفي المتابع لهذه القمة إن هناك ما بعد هذه القمة. الصين لا تبتغي فقط أن تحدث هذه القمة وينتهي الأمر عند حدود اتفاقات تصل إلى 34 اتفاقية ربما تتخطى حوالي 30 مليار دولار بين السعودية والصين، لكن هناك زخم أكثر من ذلك. سيطلق الاتفاق الاستراتيجي بين الصين والسعودية، وسيطلق أيضا جائزة مهمة جدا، جائزة الأمير محمد بن سلمان الثقافية للتعاون مع الصين، وهذا ربما فتح آخر، فتح ثقافي في هذه الحالة بين كتلة حضارية كالمملكة السعودية والخليج وكتلة حضارية أخرى كالمملكة السعودية. سترتبط الكتل الحضارية، وهذا ما تبتغيه الصين في تخطيطها لعلاقة جديدة، في طور جديد من العلاقة مع دول المنطقة.
أحمد أيضاً كيف يتعامل الإعلام السعودي والأوساط الإعلامية في السعودية مع هذا الحدث المهم؟ يعني الخارجية الصينية نفسها قالت إن هذه الزيارة تعد أكبر نشاط يقوم به الرئيس شي جين بينغ أو نشاط صيني عامة للمنطقة العربية منذ تأسيس الجمهورية الشعبية. بالفعل يعني لو لاحظنا اهتمامات وسائل الإعلام السعودية منذ عدة أيام وتحديدا يوم تحديدا في صباح اليوم، ربما أفردت مساحات كبيرة من ورقها لهذه الزيارة ومتابعتها التلفزيون الرسمي السعودي. ليس له حديث إلا متابعة تفاصيل هذه الزيارة، يقدم تحليلات كثيرة، يقدم رؤى أيضا للمستقبل. يعني هذه الحالة ربما تؤسس أو تشير إلى هذا الاهتمام الكبير من الدولة السعودية لهذه الزيارة وتبعاتها. الإعلاميون هنا من كل الجنسيات العربية تقريبا حولي وأيضا من وسائل الإعلام الصينية الكثيرة موجودون للمتابعة الدقيقة لتلاقي الأفكار حتى هذا ما يحدث على مدار الساعة هنا في المركز الصحفي. شكرا لك أحمد بشتو من رياض موفد القاهرة الإخبارية، بالتأكيد ستكون لنا متابعات لاحقة معك في خدمتنا الإخبارية المتتالية.